بسم الله ما شاء الله، هذا عندنا اليوم بلش يزهر تفتيح الوردة ما شاء الله. راح نحاول نلقحها حتى تنتج البذور، وهذا لون الوردة بعد كم يوم إن شاء الله تبلش تنفتح الوردة. نبات كلش حلو، هاي بعمر سنة، عمرها سنة حاليا. هذا الساق مالتها ما شاء الله انتفخ وراح ينتفخ بعد اكثر مرور الوقت. نبات كلش حلو، راح نفتح الزهرة من هذا المكان هذا وحتى نحاول نلقحها ان شاء الله. ما تكون اول تجربة لي بالتلقيح الدنيا، ان شاء الله تنجح، ومن تنجح نصوركم نتائج. كلش حلو ما شاء الله.